السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسعادة. أعزائي الغارين، حبايبي يا نظر عيني يا المتابعين، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من ذكر الله، زيدوا من ذكر الله والصلاة على رسول الله. طبعا من مدينتي الجميلة خورف، كان قالوا بي مطر ونتري المطر نشوف ماشي تو بادي الغيمي، قالوا كم يوم بي مطر بي مدري شو. المهم نحمد طالع كلامه وين الله، طبعا جيتنا اليوم من برج المراقبة، هي 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 برج المراقبة، وتطلع طالع معه. لكن عاد في خاطرنا غدا، قلنا ما بس عند احمد اخوي تعال تغدى لك ان شاء الله، لكني انا وين بتغدى؟ بنسوي غدانا حنطة صالونة وعيش ابيض لي وللعمال اللي وياي. شهداد وين الحنطة؟ هذا مطبخنا. الله، ايه يا عاد يلا نقع نقع بالماء، حط ايه ودنا بالماء، ودنا 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 ايه شوف شوف ايه بعد 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 بعدنا كم واحد شو بعد ثلاثة أربعة تراكم بس شو لا بعد شوي زيد تعال زيد شوية ايه شوف ايش قاعد بالطريقة هي تتودن ايه زيد لا بس 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 اشوف بس ايه شوفوا قد الله يا هي حنطة يا هي حنطة هي هي تودم بالطريقة ها بتلين بتلين يعني على ما أنا يلا بوي سووا ودن العيش طلع العيش طلع العيش من الدرام وين الشيلة هاي الشيلة هاي الشيلة هاي عبر ايه سوي أربع شيلات هي أربع هاي بوضي على النص قياس أهلا وسهلا ومرحبا من تقنية حرية الأكلات الشعبية. العيش الأبيض إيش يعني بطبخ عيش أبيض، لكن في ناس تخلي عيش أبيض خنين ونوخة شقايز حرية ترى عيش أبيض لا صح عيش أبيض لكن بعد باله العيش الأبيض يغلط على الماي جباله شوية دهن خنين عشان عيش. الله المستعان الله المستعان هذا شوي ما بوايده بس دهن الخلي انزين عرفنا. وبعد شوي بحريه بعد يبال بهارات مكسره هاي بهارات لكن شو عاد هني شليت منه شو؟ شلت الهيل لأن الهيل ما يتماشى مع السمك مستحيل. أنا أتحدى وأقول لكم الهيل ما يتماشى. شفتوا بدون هيل إن الهيل يا عيوني والزعفران ما يتماشى. أنا في ناس أشوفه ما يصير لمعة شفتوا هذا طلعت الهيل بدونه. الله هيك السمك يا شهداد اللحم ما مشكلة، أما أقصدي الدياي واللحم إلا السمك كافة أنواع السمك مهما يكون اسمه شيء سهج سوسية الهيل ما يمشي وياه، الزعفران ما يمشي وياه، هذا اللي أنا أدري به. انزين ورديت انزين وهذا نحن في المطبخ الشقة لازم ايه في طبخة انا مسوي طبخة مرة لكن عدت مرة ثانية للتذكير ولا اللي فاتت الطبخة. طبخة شو حرية؟ طبخة السمك. هاي السمك تدوم لا هاي السمك ما بالجاشع الحنطة الحنطة سمكة وتجيب من بين العومة والجاشع ايه وحين ودنا التشوة هاي مودنا تشرب ماي. الله تقول تو ماي من البحر شفتوا الله المستعان. لكن تعاشوا الصالون عاد ما له يا الله 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 يا حريه يا حريه يا نعم من اكلاتنا الشعبيه الاوليه. يلا طوح عق العيش عق العيش والعيش طبعا عيش الابيض
هذا الثوم والبصل يلا ندق من لاس فيه واشخر العيش وخل ارجع خل ارجع وهذا الزنجبيل. اي نعم انا اي اكل اسويها انا لازم تشوفون وما يصير اني ما اخليكم تشوفون. هاي من يانا اصوركم انزل اطلع صوتك اصور لعب لسانك لا تقولونه شويونه نص نص بس نص كندورتك كندورتك بس كندورتك انزل. هلا هذا الحبيب ياي قال بتغدى وانت الحبيب يعني نص 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 الساعه المباركه شرفتونا في مدينتنا الجميله. هلا هلا اقول اسمك ما بقى عيلك اذيتني تشر تقول ابلم عافانا الله الله يا مدينتي جميله. شوفوا مدينتي الجميله خلص. العيش الابيض للصالونه عادي بدون شياطه بس قاعه الدهه الجدر في قاعه الدهه شفتوا دهنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. شوي 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 بس 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 حاضر اضرب اللاسه حنفيه بس مرتب مرتب ولا يبغي دهن ولا بس يلا شل حط على هاي شل حط على منات حط على هيك على هيك شل الجدر حط الجدر حط هناك ايه بس وهاي حق صالونه ولا تحت شويه ايه نعطيك الحين بنسوي صالونه الحنطه وعاديه صالونه عاديه يعني لكن في يمكن تشوفونه ما بصورك اذيتني اذيه والله لو عارف درون بك ان اتمنوه كان فضحوني والله العظيم يتمنى انه وهنا الرقبات ما بصورك انخش ورا الستار بتنخش البلكون كيفك والله العظيم واحد مره الله يستر عليك اول حرف عين مخور بكان خلاص يا ربي قصر قصر شو انا اهم شيء عندي الجدر اللي اطبخ فيه قبل كل شيء زمان اول يوم ادوخ قدو اهم شيء عندي القلامه تكون قلامه القدو غاويه ونظيفه هايج والحين يوم اطبخ اهم شيء الجدر شو جدر مدقه هذا ايه الجدر يعني دور في الطبيخ ابقى جدر مخصب لا 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 ما ارتاح سبحان الله تعالى وبدها هذا الحين ابوه خليها حر الدهن واسوي الصالون شفتوا غيرت مايها ماي الاوليه رديت ماي جديد هو قلتوا مصيود من البحر هي 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 هي. كل شيء من شيء نعم والحين عندي البصل شرايح والزنجبيل وين اللومي الاسود هذا بعد كله عباسا على دباس ايه ايه لا تاخرونه لا 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 ما يتاخر ايه نعم يتحمر ياخذ حده عطني ماي بس بحر لي ماي عطني باني 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 عطني باني ايه بطل ماي كل ماي جاهز عندي هي هي مره هذا المطبخ كل مره ما تطول السالفه اطبخ منه والحين جايين للحنطه اللي هي السمك المجفف هذه يا رب يا رب يا حرية هذا وهالبصل بسم الله
اعطيكم الطبخ. شوفوا خلت شرب فيها الثوم والبصل الحين. وين هذا لا تعذبون اعماركم ولا تصيرون مطاحن وتقلون ما تقلون مغصوب كما يعني من النهاية. وهذا شفتوه الحين خلوه بعد على راحته. نعم كل وقت الشيء بوي شغله. يبال شو بعد؟ يبال فلفل. هات قطع الطماط، قطع الطماط يبال فلفل. وين لومي اسود؟ هذا وينو؟ اعطنا انزين واللومي هي موجود موجود تعدون اعماركم. مو الان محطات عندكم شوفوا بكياس مرة مستعد لكم جاهز لكم. اي نعم اللي عند الشقة ولا تحبت او راسكم حرية موجودة. شفتوا الفلفل اربعة واللومي بعد اربعة يبالة ولا ما غنى عن هذا. هي اي نعم بس القياس عندي انا. خلصنا. وين الطماط حمر؟ شهداد خلي يشوفون ايش حق اصور مني مصور الجدر. الجدر ما بجي شيد واحد كاتب لي جشيد هذا ما بجي شيد. حنطه صالون حنطه الصالون الاوليه. شغل كهرباني خلي الماء يحرقنا. لا تطولها وهي قصيره. جزا الله خير الانجليز ما خلى شيء ما صور ما ادري من الصين ولا من الانجليز. الماء يصور لبق الماء حار من يحر الماء بس عند الملح شوي بعدها بس تطول السالفة يا شهدادة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدادة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. شهدادة بسم الله. أبوه بس وظلم الناس. يا هلا كان بالماضي طبابيخ رحمة الله عليهم كانوا طبابيخ ما بحينه كل ما سواه كذا قشيف وياكل ولا ويون بعد ناس من برا هذيلا الله يستر عليهم. قشيف انا فلان على مصلحتك. المهم كانوا بالطريقة هذه الله يرحمهم. عدبت يعني هذا العيش يدخن. خلصنا نرجع الى يا ربي يا هو عذاب. يباله عاد الحين شو يباله؟ انقر توره. معلومه هي؟ يعني انقر توره يعني نار خفيفه. محل الطبيخ على نار خفيفه. النار العاليه الشعل الزايده لا قصر ابو قصر 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 ان شاء الله عمر العدو عدوي وعدوكم والحاسد والباغض والظالم. بقولوا امين امين. معلوم شو قلت انا؟ ها؟ معلوم. هذا تعال شوف 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 يوم قصرنا على الضوء. لعبي لعبي يا الصالونه لعبي العبي العبي وطباخ حريه العبي. ها شوف 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 خلت العب العبي العبي العبي. نعم
احي غالي تمرتين وفنيان قهوه وبجلس اسولف قطعوا لي حول البطيخ وكل شو تيار ويجيبوا في الصاله بالعافيه وشلوا غداكم وغدونا نحن يا حبايب شفتوا بالعافيه عليكم ما اسوي شيء ما لا شحيمه ولا الحيمه ولا عظيمه الا اول انتم تدرون يا مرحبا بكم ووصلنا الى الغرف او النشاب لازم نكمل الحلقه ما يصير نقطع النص لا هاي صارونا لا هي صارونا يا ربي وهذه البادية الصارونا يا حرية عذاب هذا الله الله يا حرية غربال يا حرية السوي يا سوي شو سوي حرية شو سوي الله الله يا حرية حرية يا حرية يلا شهداد هذا حقنا نحن زين زين صارونا يا حريه وابوي حريه 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 هي لا حريه 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 الله 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 حريه والاواني فنتك فناتك ابو الفناتك احب الرسوم واحب الاواني والجدور تشتهي لذاك وبالعافية عليكم هلا وسهلا فيكم وحان وقت الغداء على هالأجواء الحلوة والشقة والبراديل من برا بطل البريتشة ويلي البرعال لو ما الحب ما مشينا لأ حمر الزوالي فرشنا له الله شوفوا اخوكم شوفوا اتغدى وطالع جدوري وطالع عمري نعم الله يا ربي يا عمي شوف حبة العيش الوزير والوالي والقاضي اجود انواع العيش تسألوني وين الوزير والوالي والقاضي الشركة العمانية وين التمر يا رب يا فلان الله لا تطلع يا فلان قم يا عينك اشوى محل وين صار ارا شوف ابو 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 الناس رايح وياي يا الغيم تعالوا خور فكان الله يا خور فكان وصل الغيم وصابته الامطار بتي يا ابوي خلوا الباب مفتوح يلا عمي هي لا التمر الثاني هذا التمر واسمحوا لنا يمكن زعجناكم حبينا انكم تستانسون ويانا في الطبخه الحلوه الشعبيه القديمه عشان نقول حريه انت كل لا 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 ما تطبخ طبخت اليوم يوم عندي فرصه بطبخ حبي واشواقي وتقديري الى متابعيني الغالي ما بيتابعوني الناس الا هي عدل السنعه والحمد لله رب لا تنسون من دعواتكم الصالحه نحبكم في الله وحبونا في الله تاج راسي اي شيء انا برجع لكم هذه نحن اليوم بتخرج الغاليه ما شاء الله عليك اهلا مبروك عليك التخرج اقبال ان شاء الله نشوف شو الصفوف الاماميه الى خدمه الوطن والمواطن وشو اختصاصك ما شاء الله متخرجه ماجستير بالاستراتيجيه وال تستاهلين انتوا اهل خور فكان طبعا دومكم قدام دومكم ما شاء الله في الخطوط الاماميه الحمد لله الله يسعدك وانا سعيد واشكرك على العزيمه لا بعد ما بلا عازمتني الا بعد طابخه عندي قالت ما افضل الا ما افتح 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 قالت ما افضل الا ما طبخ وياي ما شاء الله شرفتني هلا قبل يومين منور عمان ما شاء الله انا وانا اصبر عن عمان ونحن نصبر عنك اصبر واصبر عنكم انا من شفتكم اللي تركض الله يعافيك هلا قول تو وتو تي وتيك تو وتوك تي اسمعوا
هلا ما يحبوني من الحب هذا كله من الحب. انا احبهم انا تعرف شو الحلو فيك؟ الله يزيدك يا رب. صور شوفوا وهذا السياره ما شاء الله. الله صلوا على النبي اللهم صل والله ربي الشهد على الوطن. هذا اللي يمتبوا هذا هو الاكل الطيب. انت طيب والزين انت زين والزبيب والمكسرات كله والطحين كله كل شيء والزيت كله 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 تباه. نعم هلا وتيك وتيك. شوفوا 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 حافظينهم حبيبي حبيبي حافظين اغنيتي حرب الله تبلي السم. وهذا دشينا بيت المعازيم هلا عمي هلا. وهاي الفرقه يا لسه ما شاء الله. وهذا الفرقه وحط هلا هلا وغلا هذه نورتوا ما فيهم واحد عود عشان أكر المزاج لا كلهم شباب. نعم وهاك الرقيص وهاك اللبس الموحد جميع المناسبات وأسعار حلوة. ويوم تسألون رئيس الفرقة قولوا تعال يا رئيس الفرقة احنا من طرف خالد حرية الله سعر خاص تي تو تي يا رئيس الفرقة اسمع البيون يكون طرف كلكم واحد سعر خاص ان شاء الله في غرفه كان يستاهل في الفجيره يستهل. في المنطقه الشرقيه في دوله الامارات العربيه المتحده يعني معنى كلامي يسوي لهم شويه ان شاء الله بارد اها زين شو قايل هذا سويت اعلان المنسق الحين عندي المنسق هذا الحين عندي اقول نزل التليفون شوف وهاك الصينية الثانية إيه لحم مكتوب عليها لحم لحم لا اسمع يا حجي أحم أحم عيش ولحم أحم أحم طور اللحم أشوف طبعا نقصد الدياي هاي اللحم هذا الله يا هو لحم أشوفه ذبيحة كاملة نعم هذه هذه في مناسبة قوم 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 تعشوا قوم تعشوا يلا هذا الزماري أبا تزمر لي زمرة على كيفي بعد ها منصور العفية ايه عشان مستحيل يا صور العفية يا صور العفية يحبكم حرية يحبكم حرية أنا راعي المكبوس وانتو أهل العرسية عاد ولا لا بالعافية عليكم نورتوا 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 سرحوا أدعوا بالعافية عليهم هاي نحن اليوم بمناسبة تخرج بنيتنا وهاي بس أصور هناك اللوحة نعم خلود تستاهلين مساك الله بالخير وش حالك عساك بخير حلا يا يارتي الأولية وصديقتي مال يوم الشاه مرحبا بالأحلام الله الله خلود الحمادي واللي مال أول شوفوا شوفوا الورود اللي ميوبها تستاهل الناموس خلود الحمادي نعم يا رجل الله الله يا هي ورود يا هي ورود يا هي ورود يا هي ورود تستاهلين تستاهلين دوبكم دوبه الماجستير بالقيادة والاستراتيجية نعم تستاهل تستاهل الورد نعم لكل مجتهد نصيب هي نعم وأنت شو اسمك ونعم وأنت ونعم 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 وهاي أدوات العدة المستخدمة من عمان عدة المسيار الله المسار ولا المسيار
المسار عدة المسار. يعني هذه الجربة وهذا الكاسر وهذا الدف وهذا الرنة وانتوا تدقون مديمة ويتناوالي إذا بغيت واحد تتحولون أشياء ثانية بعد آخر الليل معروف شو السالفة. نعم كيف حالك؟ عساك بخير بالعافية بالعافية عليك. وها مطبخنا نحن يدور ويتجول في كل الأماكن. نعم شوفوا حنا نصدق شوفوا الله شوف 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 وين هذا نعم بالعافية عليكم. من أول نقمة في لذة. أنت أصلا من يوم عرفت فيك لذة. أنت نجم حبيبي نجم حبيبي. بالعافية عليكم. نعم لا إحنا لا كلام ولا على الطعام. هي بعد ما شاء الله هاي السنة إذا ما شليتني صلالة بزعل عليك. أكله ولا صلالة. أنتوا تأكلون شو هذا؟ دياي. وشو قالوا عن الدياي؟ أنتوا سكتوا هتقولوا شو أنا بقول. قول هاي هاي عيش ودياي. احم احم عيش ولحم كل شيء لأغنيته. والشباب العمانيين هاي فرقة المساء.